طبعا صحيح الولد كان اكبر من عنده زين، بس ما حصلنا بس هذا اللي يقدر يتلاكم ويا ايان. حاليا قاعد نقوي ايد ايان يلعب حديد يجي عدل بابا عافيه. اوكي يا ستريت بابا جود. طبعا يجي من وقت الساعه 5 هو التدريب مالته شنو الساعه 6 بس يجي يدرب حديد حتى يقوي ايديه، حتى بالنزال الثاني ايدينا قويه. صحيح ذاك اكبر من عنده، والمشكله مو هنا انا همه الجلابس اللي يلبسونه 16 أونس يوصل هسه راويكي هنا راويك شوف الجلابس لوين واصله لهنا، لان هاي 16 اللي تلاكمون بيها لازم. ليش بالنزال ايان لبس 16 أونس؟ لان هذا النزال يسمونه سبارينج، بالسبارينج لازم الواحد الجول مالته ما ياذي الثاني، لازم يدربون بس لحد ما يتعلمون اذن ما يهدون. اوكي تسلم لي. طبعا هاي حتى يقوي ايديه عافيه اياني 40 ها ايتش هاند عافيه بالبطل. طبعا هناك الاولاد الصغار يتمرنون ويبر بوكسينج. يلا خلي لكم هسه العنوان هم طبعا هذا المكان صاير على انكستر.